بكل الحسابات والمقاييس، لا يمكن إنكار أن ما حدث في أمريكا يوم 5 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي كان زلزالاً هز اقتصادات الكرة الأرضية كلها وأربك أسواقها دون ريب. Thank you very much. Wow. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. ففي الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا الشركات والبنوك والمؤسسات المالية الكبرى وعلى مستوى الأسواق في العالم والحكومات، يقف الجميع اليوم على قدم وساق ليكونوا مستعدين لمجيء ترامب والتهيؤ لاستقبال التغييرات المتوقعة وللتأقلم والتعايش معها. يعني شخص واحد أحدث كل هذه الاهتزازات في كل زاوية من الكرة الأرضية، صغيرة كانت أو كبيرة.